وصلنا هلا لفقره جديده رح نشوف فيها شو هن المواصفات المطلوبه وقت بدنا نشتري سياره. فرانسوا اجى لعنده كابل وطلبوا منه مساعدته حتى يقدر يعطيهم شو مزبوط هن بحاجه له حسب متطلباتهم ومستوى معاشهم. نصيحه الاختيار الصح 100%. بس فرانسوا بدل ما يعطيهم سياره عرض عليهم سيارتهم. خلينا نشوف كيف كان اختيارهم. اهلا اهلا. هلا صدق بلال كيفك؟ تمام سير ولا كيفك؟ تمام. شو خبروني شو قصتكم؟ محتارين مش عارفين شو سيارتي. ما في غيرك انت. عندكم شيء تصورات براسكم ولا لا كومبليتلي ما عندكم شيء؟ انا بحب السياره العاليه وبحب شوي سبورت. طب ليك وانا شو رح فرجيكم. مثل ما شايفين هون ورانا في عنا نيسان ماكسيما. عندها اللوك السبورتي، عندها الشكل الرياضي، عندها طلة هجومية. وفي عندنا هون نيسان باس فايندر، سيارة عائلية لسبع مقاعد. بالنسبة للبادجت ما تخافوا كتير لأنه تقريباً قد بعضه. السعر ببلش ب 110,000 درهم إماراتي حسب الأوبشن يلي بتطلبوه. أنا نصيحتي لألكم تعرفوا شو؟ جربوا. أنا كنت حابة سيارة عالية بس لما شفتها أما غير رأيي. هي كثير حلوة. بس شوف كيف الخياطة أزرق مع أحمر مع أسود. واو. بتعرفي شو؟ رح نكون مميزين إذا أخذنا. شو رأيك؟ ممكن بس أنا بتهمني تكون قد إيه مريحة عن جد. لا بس كمان شغلة حلوة إنه هي قدام أصحابنا وناسنا طبعاً شو؟ ناخذ سيارة ولا أحلى. Pathfinder سيارة بتساع سبع مقاعد. أنا برأيي جربوها أكيد. شوفوا خدوا الفيلينج وهيك بيصير في عندكم أوبشن أو خيار تاني للمستقبل. يلا حلو. يلا تفضل. تفضل. مرة أنا اللي سايق. لا أنا هالمرة دورة. هالمرة دورة. خلينا نكون طيب أمرك. شو رأيك السيارة بصراحة؟ حلوة بس مريحة. انتبهي انتبه خلص. خايفة كثير أنا من سوق صدى زمان. مو بصراحة بس حاسة كبيرة عليكي. إذا أخذنا هاي حتفيدنا أفضل سيارة الماكسيما. انا حاسس ولاء بترتاح اكثر بهي السياره لانه دائما سيارات الاس يو في بيعطوا ثقه للشخص اللي عم يسوق بحس حاله من فوق يعني هو ان كنترول. بحب قد ايه هي عاليه بحس حالي فوق. حط شوي يسار. ايوه يس هيك تمام. ولاء وبلال هلا سقنا انبسطنا تسلينا بس شو قررتوا؟ شو القرار اللي اخذتوه؟ انا مايل اكثر للماكسيموم. انت قرارك حلو على عيني وراسي بس صراحه انا عجبتني الباثفندر يعني نكمل فيها مثلا سنتين ثلاثه بيجي الاولاد للشغل وكذا انا بدي انصحكم هيك هلا انتم كابل شباب بنروح للماكسيما بنسوق الماكسيما ثلاث اربع سنين ما بنعرف شو بيصير بنحطها عند الديلر وبناخذ الباس فايندر بديل. شو رايكم؟ ماكسيما قلت لك موضوع انه ولا عم تقول لك ماكسيما احلى بكثير. شو؟ احلى بكثير. خلصان بدنا نروح على ما بعرف انا قررت من هلا بدي اقول لك مبروك. طيب خلص طالما انت قررت الله يبارك فيك مبروك يعطيك الف عافيه. انا اكيد الخيار اللي عملتوه منه عاطل ابدا. خلص اوكي ماكسيما ماكسيما يلا وطن يكن. خلاص مبروك. حلوة ها؟ كثير. شباب شو رأيكم؟ أودكم هالكابل أخذ القرار الصائب؟ وإذا أنتم كنتوا محلهم شو كنتوا منتم؟ أنا شخصياً كنت اخترت النيسان الباث فايندر لأنه أنا عيلتي كبيرة وبصراحة
بحب اني ازوغ من المدينة واطلع البر اروق. انا بعتقد اخذوا الخيار المضبوط، لانه لمستوى معيشتهم والمتطلبات اللي هن عندهم اياها يمكن لبعدين لحقي ياخذوا سيارة اكبر. كانوا هن نوعا ما مرتاحين بميزانيتهم وحابين انه الماكسيما، لانه بتعرفوا سيارة شوي رياضية عندها الدي ان اي الرياضي. وبعدين انا لو ما عندي هالميزانية وبدي اخذ قرار واحد، كنت رحت ان بتوين، كنت رحت للكروس اوفر، يعني كنت اخذت سيارة صغيرة بذات الوقت في استعملها للمدينة، فيها سيستم اول ويل درايف، وبذات الوقت اذا بدي اطلع بعطلة نهاية اسبوع انا وعائلتي على الجبل، كنت يعني كنت ضربت عصفورين حجر واحد. يعني مرة جاي انت عرض عليهم لكن ثلاث سيارات بدل سيارتين. والله انا هيك بشوف ما حبيت كتير اصدمهم، لانه لما شفتهم هالقد متحمسين على الماكسيما قلت لهم خلص ايه روحوا للماكسيما، لانه حبوها كتير انغرموا فيها. بس صدق وتامن بالله لو انا هشتري سيارة في خلال الفترة الجاية هذه، أول واحد أرجع له لأنه دائماً نصايحه 100% هو أنت فرانسوا. شكراً يا سلطان، شكراً. وصلنا لنهاية الحلقة، بس بعد لازم نروح لعند سجع على الرياض لنشوف كيف كانت نهاية هالرحلة.